احتفل بيت القديس نقلاوس للمسنين في بيت جالا بعيد الأم، وأقيم بهذه المناسبة احتفال بهيج بحضور مدير البيت والعاملين فيه. وأشار المتحدثون إلى أهمية هذا اليوم والاحتفال به وسط فرحة النزيلات، وشارك الحاضرون بكلمات ورقصات وأغان عن الأمهات أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأمهات النزيلات. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يحتفل العالم في 21 من كل عام بعيد أسمى ما في الوجود وهي الأم. ففي جمعية بيت القديس نيقولاوس في بيت جالا احتفل النزلاء بعيد الأم، العيد المميز. عمت الفرحة قلوب الأمهات والآباء والأجداد الذين يقضون وقتهم وحياتهم في هذا البيت الذي هو مصدر الحنان لكل مقيم. وبمشاركة مدير هذا البيت الأستاذ نزار العرجة والمرشدين والموظفين وطلاب ومتطوعين، أقيم هذا الحفل الذي أدخل البسمة على هذه القلوب، وبحضور السيد سمير قمسي الذي بدوره يقدم هدايا رمزية للجميع كل عام، وبحضور سيدات حاملات الطيب اللواتي قدمنا أيضا هدايا رمزية بهذا العيد. بعد الأم في دعوة حلوة فتح سكة مقفلة. بيت القديس نيقولاوس الرؤية تبعتنا إنه نخدم المسنين، نخدم سن اللي هو عبارة عن بيت دافي، وجبة دافية، نعطي الكرامة اللي يعيشها في هذا الموقع. واليوم احنا اليوم معاكم عنا احتفال لعيد الأم. هذا اليوم احنا بنقدسه لأنه قسم كبير من الموجودات كانوا إميات، اليوم هم من عندهم مش حدا يدير باله عليهم، كثير منهم كانوا زوجات بدون أولاد، لكن إحنا بيجي كمان بنعوضهم. وإحنا مش لازم نفكر إنه بس يوم للأم، وأنا كأماني روم بشتغل في مع المسنين بحس إنه كل يوم عيد أم. مجرد ما نشغل أغاني ونضحك معهم ونرقصهم ونبسطهم ندخل عليهم أجواء كثير حلوة، هذا يعتبر عيد أم. إحنا مش لازم نخصص يوم بس في السنة، لازم زي ما بيشوفوا طلابنا طول السنة عم نحتفل فيهم، حتى في أعياد ميلادهم اللي بيفكروا إنه المسن بيحتفلش بعيد ميلاده، إنه فيش حدا بتذكره، لا إحنا بنعمل عيد ميلاد وبنبسطه، فالأم إشي مهم. وهذا المبنى هو البيت الذي سمي على اسم شفيع البلد القديس نيقولاوس، وتم العمل على ترميمه وتجديده ليشمل المزيد من الغرف لاحتوائه لأكبر عدد من المسنين. كل سنة في عيد الأم أو في أي مناسبات شبيهة بنزور الملاجئ والمؤسسات اللي بتعنا في المسنين أو في الأيتام، وبنجيب لهم نقدم لهم هدايا رمزية على أساس إنه نظهر تعاطفنا ومشاعرنا الطيبة تجاههم، وإنه تكون يعني يشعروا إنه هم مش معزولين وانتسوا خلاص، لأنه كل واحد أدى دوره ويفكر إنه خلاص يعني أنا لا، هم أدوا دورهم وكبروا وصار لي ظروف، يعني كل واحد منهم عنده ظروفه والله يعين الناس على ظروفها، صاروا يعني إنه موجودين هون، فبدهم يشعروا إنه هم مش منسيين لا منا ولا من أهليهم ولا من أي حد. فهاي العادة إحنا يعني بنتمسك فيها وبنيجي بنصورها وبنشعرهم إنه إحنا متعاطفين معهم وبنحبهم، بنعيد عليهم في المناسبات، لأنه هاي يعني حالات إنسانية بامتياز. هو البيت الذي يمد المقيمين برعاية طبية بامتياز وحياة كريمة. فرحة لا توصف لجميع الأمهات أثناء الاحتفال، فالأم هي الإنسانة الرقيقة التي لا يمكن أن تضل طريقها إلى ينبوع الحياة، هي عطر يفوح شذاه،
الأم، الحضن الدافئ، والمحبة والمودة والمدرسة. كل سنة منحب نيجي ونفقد كل هالستات الموجودات هون ونعيد عليهم ويشوفوا إنهم ما انعزلوا عن المجتمع وإنهم موجودين معنا والكل بيفكر فيهم. بنبسط إني ربيت أجيال، ربيت أولاد، ربيت بنات، وهذا ما أحلاهم. يعني أنا بفتخر فيهم كلهم لأنهم كانوا يحترموني ويحبوا قديش كيف أنا بتصرف معهم. فالحمد لله يعني كنت لهم أم، مش بس معلمة، كمان أم. إن العناية بهذه البيوت الدافئة أكبر إثبات على شدة الوعي لدى أبناء المجتمع، فلجميع الأمهات بالعالم أجمل بطاقة معايدة، وكل عام وأنتن بألف خير. للنورسات مارلين الحدوى من جمعية بيت القديس نيقلاوس بيت جالة.